دكتور. نعم. الآن لنقل أنه هذا من ضمن التجارب الفاشلة والمريرة التي مرنا بها على مدى 16 سنة. الآن هنالك 3 أسماء مطروحة أمام السيد رئيس الجمهورية: السيد توفيق الياسري، السيد عبد الغني الأسدي، السيد محمد علاوي. هل تعتقد أنه هذه الآن السيد رئيس الجمهورية بإمكانه أن يختار مرتاحا أيا من هذا، أم أنه ممكن أن يعاد سيناريو الاصطدام من جديد؟ هذه الشخصيات يمكن أن أطلق عليها أنها شخصيات المستوى الثالث، أي تظهر مستقلة إلى حد ما، لكن في نفس الوقت هي ضمن دائرة أو منظومة القوى والأحزاب السياسية. هي بكل الأحوال ستعطي ضمانات لعملية مسير العملية السياسية في قادم الأيام، لكن مقابل ضمانات لمن؟ الضمانات لبعض القوى السياسية. هناك خشية، لاحظ هو لماذا تمسك البناء، بعض الأطراف الأخرى أستاذ نجم المشاهدين، لماذا تمسكت هذه القوى السياسية بمعادلة السلطة؟ هي تخشى من وجود شخصية مستقلة يحظى بدعم الشارع العراقي أن تحدث تغييرات دراماتيكية، أو أن يكون أو يتخذ قرارات جذرية تضر بتواجد هذه القوى على مستوى المشهد. سواء يعني بين قوسين أنت تريد تقول الوليدات باقوا ويخافون من واحد قوي يكشف ملفات السجن يوديهم لأبو زعبل. زين أنا قلت لك سير حرامي، أنا قلت لك بوك شعب، يعني ليش وقت أنا أجيب لك حاكم يضم مسخوماتك؟ ما صرت شريف أنت؟ لو صاير شريف وصاير ابن بلد وجزء من جراحات الناس، من ليش تخاف؟ بما لا يقبل الشك أن هاجس عدم التواجد في العملية السياسية على مستوى القادم، سواء كانت انتخابات مبكرة، على الرغم من أنني أدرك بأن هذه القوى، قوى معادلة السلطة، اتفقت، هنا لا تحدث عن جميع القوى السياسية، اتفقت أنه ما بعد عامين يعني تتم الانتخابات المبكرة، يعني بالعام 2022 بداية 2022، يعني ما قبل 6 أشهر أو يعني أشهر من العمر التقويمي للدورة البرلمانية. مع ذلك هذه القوى السياسية لديها هاجس القلق من أن لا تتواجد، هي لا تريد أن تعطي هامش، حتى الهامش أتحدث أستاذ نجم، هي لا تريد أن تعطي هامش لجيل سياسي جديد يمكن أن يصحح الأوضاع.